لو الحكاية فيها إن فيجو أعينه أمرين مهمين للغاية. الأمر الأول وهي النصوص الدستورية الحاكمة ومتصلة أو ذات الصلة بالأمر محل التشريع. الأمر الثاني وده مبدأ دولي وإحنا درجنا عليه الفترة الأخيرة في مصر وأنا لدي قناعة شخصية بيه وعملت بيه في كل اللجان التشريعية اللي اشتركت بيها وأحسن من كل اللجان تعمل في هذا المجال وهو الحصول على أعلى نسبة رضا للأطراف المتعاملة بالتشريع. وده مبدأ معروف إن مدى نجاح أي تشريع يقاس بمدى رضا الأطراف المتعاملة معاه. قانون زي بتاعنا ده فيه ناخبين، فيه مرشحين، فيه إدارة محلية، فيه إدارة انتخابية اللي بتدير عملية الانتخابات، فيه منظمات مجتمع مدني، فيه إعلام، فيه وفيه وفيه. كلما حصلنا على أكبر رضا من هؤلاء الأطراف عن القانون فده نوع من النجاح المؤقت لهذا القانون ولحين إقراره بمعرفة نواب الشعب. المادة 180 لو استعرضنا نصها بتتكلم في أول كلمة تنتخب. يعني هنا نظام انتخاب مفيش تعيين في المجالس المحلية. البرلمان فيه نسبة معينة حددتها المادة 102 في الدستور والقانون كامل الضوابط الخاصة برئيس الجمهورية وحق في هذا التعيين. إنما هنا قال تنتخب. يبقى أول كلمة ليها مغزى لابد المشرع تنحط تحت مصر يعني. كل وحدة محلية يبقى هنا حدد اليونت او القطاع اللي اشتغل عليه. عشان كان في طرحت بعض الاراء ان يتعمل تقسيم دوائر المحليات على اعتبار تقسيم الدوائر الخاصه بالبرلمان. ولكن الماده 102 ذكرت صراحه وهي بتتكلم عن البرلمان وحد من ادنى 450 نائب وشروط الترشح والنظام الانتخابي ونقطه خريطه المشاركه في تحديده تحدثت عن ان هذا يتم وفقا لتقسيم دوائر يستند الى تمثيل عادل للسكان، تمثيل كل المحافظات والتمثيل المتكافئ للمحافظات.